انا فاطمه المنوار، كنت واجد. انا اصلا بنت الرباط زياده وخلق في الرباط، وجينا هنا في موت الحسن الثاني الله يرحمه وسيب رحمه الله ورحم الشرف العلويه جميعا. جينا هنايا، جيت باقا صغيره، ولدت هنا وتزوجت وكل شيء، وراجلي توفى الاولاني توفى، والثاني وقع لي معاه مشكل وتفارقت معاه. ودابا انا كان عندي خمسه الوليدات، وكانت حرقت لي الدار كل شيء، داك الشيء اللي كان كساب واللي كان على مشى لي في الدار، مشاو لي كل شيء حوايجي وكل شيء. الحمد لله ملي ولادي ديك الساعه كانوا في المدرسه ما وقع لي مشكل. وجا واحد السيد كيقولوا لي هنا رئيس الجهه، راه معروف في المدن كامله، تيقولوا لي الحاج الخطاط لينجا، جا الله يذكره بخير. درت خيمه بعد اول حاجه وجلست فيها 5 شهور، وجا مسكين مع الفجر، صلى الفجر وجا وتعامل معايا وكرا ليا وحيدني من الزنقه مده 6 شهور. صافي الشهر السابع باش نتسنى الخلاص نمشي نتخلص، ما لقيتش الماندا داخله. الشهر الثاني ما لقيتش الماندا داخله، قال لك اين حيت كاينه حاله ميزانيه ديال الانتخابات ما تلقاهمش. صافي ام ولاد الدار خويا قالت لي انا ما يمكنش نسكنك وانت كتسني غير الدوله تعاونك. انا خصني فلوسي، حيت انا شاده فلوسي مع كاريه داري مع عند دروكري، خصني كل شهر نعطيه فلوسي. ما بقيتش قديت نتواجد مع مولا الدار. الشهر الاول الثاني الثالث هزيت حويجاتي وجيت لهنا، مده دابا 25 يوم. وجاو الناس وكيشوفوا فيا، اول حاجه جيت حطيت الخيمه حيدوها ليا، قال لي الا بغيت تجلسي هنا وخا تجلسي 20 عام ما كاين لا تسوق لك، المهم الخيمه ما ديريهاش. ما درتهاش، انا بقيت انا وليداتي جالسين هنا، الناس كتشوف فيا والمحسنين وكل شيء، وما عطاش لي يد المعاونه. ما عرفتش انا تنطالب غير بساعه الوالي غير 2 دقائق من وقته يخرج غير يهضر معايا ويشوف الحاله الماديه ديالي والمعنويه وكل شيء، سول عليا باش عايشه وباش كاينه. انا مرا ارمله ما عنديش لا باش ناكل لا باش نشرب لا ما ضربتش خدم التمارة، ما كنوكلش وليداتي والحمد لله كافيه عليهم 5. المهم هزاهم. انا كنتعاون دابا كنطلب غير الكرا، الكرا هو دابا المشكل، وصلت الداخله ما بقاش فيها الكرا. ملي كتبغي تمشي تكري تيقول لك 6 شهور تسبقي، 5 شهور عاد دخلي. صافي ملي شفت راسي قلبت عييت، ما جبرت حتى شي حاجه ما يد المساعده، تواجهت للدوله وجلست قدام الولايه. وانا راني جالسه دابا 25 يوم كنطالب من خوتنا المحسنين خارج الوطن ولا داخل الوطن، حنا راه غير مسلمين، حنا راه غير بشر، حنا راه يعني الله سبحانه وتعالى راه كيقول لك ما طيد المعاونه. الله يجازيكم بخير. عييت البرد، عرفتي تصور انا كنتغطى برمان في الليل وكيتهرى وتمشي نجيبهم من اللي هي مع جي تحول فاس مع البحر، كاين البرد بزاف والداخله ما غنقولش لك اخويا كي دايره الداخله، مالي الله يعمرها دار وكل شيء. ولكن ما فهمتش انا ما مطاش لي يد المساعده، انا والله ما عرفت والو. الله يجازيكم بخير اخوتي المسلمين. الا شوف حالة وليداتي بغيت نرجعهم للمدرسه، عندي واحد عنده 9 و8 و6 و2، حتى واحد ما كيمشي للمدرسه. الله يجازيكم بخير. انا عييت بالبرد وقارني والله، الا بغيت غير نتوضا حاجه كل شي حاجه كيشوفني العالم كامل راني كنتوضا. الله يجازيكم بخير. انا اليوم كنتواجد في مدينه الداخل، راهي الولايه هي قدامي مورايا. ما كاينش اللي يسول فيا ولا هضر معايا ولا والو، كيقولوا يا قاسي تما عداد منك دازو. انا ما فهمتش هاد القضيه ديال هاد الرقصه اش تقال، عدد مني دازو خصكم تبحثوا على هاد العدد اللي مني دازو انا ولا الاولى منهم. بحثوا سيروا شوفوا الا عندي شي بلاصه باش نعيش وتكسي، ما تهضروش معايا، عندي شي مدخول ما تسولوش فيا، ولكن انا عندي غير الله، غير الله هو بوحديتو باش معاون هاد الوليدات.